السلام عليكم خوتي خواتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين لاباس وتكونوا بصحة جيدة. ودابا نهار جديد وفلوق جديد. انا لابسة حويجاتي شوية وباش بغيت نمشي للمدينة نقضي فيها شي غرض تاني ونجي، وراني اي حاجة درتها راه نشاركها مع خوتي خواتاتي والوالدة. هاي فينا هي، سلمي على المشاهدة. السلام عليكم ابنياتي وليداتي، الله يحفظكم. كديرين لاباس؟ لاباس عليكم وليداتكم زماناتكم، الله يرضى عليكم، الله يحفظكم، الله يخلي لكم وليداتكم ويخلي لكم ميماتكم ويخلي لكم معز عليكم، والله يشافيكم كاملين، الله يشافيكم ويعطيكم صحه جديده. والله ولي 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 مسكينه بغات الدريه الصالحه، الله يرضى الله يرزقها بالدريه الصالحه. اليوم بغات شي تريكه صالحه، الله يعطيها التريكه الصالحه، والله يخليهم ليكم والله يحفظكم بنيتي، والله يحل حزاماتكم. تعيد الدعاوي اللي عطا بعيدين عندك، الله يحل حزاماتكم والله يعطيكم التريكه والله يحفظكم والله ينجيكم ويعطيكم صحتكم. امين. الله يخلي لكم والديكم، يخلي لكم ميماتكم، والله يعطيكم مغويته في خواطركم. امين. وتاتي الله يعطيك صحتك. وانت انا بنيتي الله يحفظني ويعطيني صحتي، راني مريضه وداريني عويناتي وعيانه، الله يحفظكم بنيتي الله يحفظكم. راه عيانه دارنا عينيها وفيها الطانسيو وشله، بلا ما نشكو عليكم راه شله والحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله. وخوتي البارح راني مشيت للمدينه، قبرني غادي نقضي شي غرض ثاني ونجي، وانتم نشارك معاكم على كل شيء في المدينه. البارح جيت عيانه، مشيت انا ومرت خويا وبنيات خويا وخويا محمد، مشيت انا وياهم، درنا شويه تعطلنا في المدينه ومشيت عند مشينا عند خوت مرت خويا، رحبت بينا مسكينه وعمرت لنا اتاي وكنا عندها، والله يعطيها الخير. شكرا لك اختي فوزيه، خوت سكينه شكرا لك بزاف بزاف، والله يحفظك والله يكثر خيرك. وخرجت معنا برا مسكينه فتا نتقداو وراتنا وداكشي، لحقاش انا ومرت خويا حنا غاديين، هي ما عارفه وانا ما عارفه، والحمد لله. وشكرا كاع الناس الزوينين وكاع اللي شي تيعاون شي، الله يكثر خيره. وحنايا راه شي من تحت شي وشي يعاون شي حتى مول شي، الحمد لله تنمشوا عند الله. ودابا خوتي مشات داتني سكينه مرت خويا واختها فوزيه، داوني للسوق، سوق شنقيط، واحد السوق غزال على مزيناته، والوالده خاصينها شله ميعنات، يعني شله ما عند الدار، يعني ملي مشات جميله دابا 4 سنين باش مشات جميله، يعني الوالده ناقصوها الماعن، ناقصوها. هيا سكينه قعدي، اجي دخلي قعدي. وكما قلت لكم خوتي مشيت ملي مشيت البارح للمدينه، امي خاصينها شله ما عند الدار، قلت لكم ماكينه مخاصه وشله شله شله ما خاصها شله. جميله مشات 4 سنين هذه وهي تنصيفطوا لها داك الرصيق يلا تاكلوا، وكانت عندها الكسيبه تتعالج به الكسيبه وداك الشيء، وكان ما واصلا الوالده ما تمشيش للمدينه، تمشي غير السوق الاسبوعي ديال يعني الاربعاء الاولاد، وما كان مابقاش تشري داك الشيء اللي كنا نشروه حنا، لعقاش حنايا ملي كنا مع الوالده كنا حنا ما اللي مأسين الدار. الوالده عندنا كانت غير تخرج يعني تمشي ترعى الغلام ترعى البهايم، هذاك الكسيبه ديالنا، وتجي للدار تلقى الخبز طايب تلقى الماكله طايبه، اش كامل اللي كنا حنا اش كنا اش كنتي ديري انت؟ كنتي مدير كنتي كوماندار كانت تجي لما لقات هذه تشوفها، كانت تجي ولا ما لقات الخبز طايب ولا ما لقات الخيمه مجموعه ولا ما لقات الشطاب ولا ما لقات داك الشيء لحقو طريقو، ما نعاودش ليكم تعود قله تعود نعود نفرفرو. وخاصك والحمد لله الحمد لله. تربيه الوالدين تاهي استفدنا منها، ورانتم عارفين تربيه الوالدين استفدنا بزاف منها، ملي خرجنا من ديور والدينا اعتمدنا على روسنا، وش الحوايج اللي كنا علمهم لنا والدينا وتبعناهم حنا وربحنا الحمد لله. كما ملي نكونوا صغار نكونوا طيب، بنادم يكون طيش وما يتسوقش الوالدين، ماشي ما يتسوقهمش، ما يديرش ب سميتو، ما يديرش بوصيتهم، ولكن نهار يكبر ويشرب عقلو يعود يتفكر الوالدين اش كان يقولوا. والحمد لله اخوتي، راه شويه ندور الفيديو شويه ندوروه هكا. ودابا بلا ما نكثر عليكم بلا 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 بلا، ها انتم مشيت شريت لامي هاد الماكينه ديال هادي مشتريات امي، مشتريات الوالده اللي شريتها، ومازال ان شاء الله الا بقى العمر وما ما عنديش الوقت بزاف ما نشري ليها شي حوايج اللي هما كبار خاصينها، وحنا غاديين معاها بشويه بشويه، الله يرزقها الصبر والصحه والسلامه
ولكن حنا غاديين معاه بشويه تما تتشوفوا يلا بدينا نعافروا بشويه. جميلة اختي تتشوفوها راه مسكينه ما خداماش، انا غير شويه شويه تنديروا انتم عارفين الوضع تما على قد الحال، والحمد لله الله يرزق الصحه والسلامه. هادشي اللي نقول شريت لها هاد الماكينه ديال السردين و... تطحنوا فيها تل الكفته، قال لي تطحنوا فيها تل الكفته تل اللحم ما علينا حنا نطحنوا فيها غير ديري فيها بعد عسري ديلات داكشي والمعطيشه. شريت لها هذه، هذه شريتها لها ب 1100 خوتي، كلشي غلا كلشي غلا. 1100 هذه شريت لها هاد البواطه هذه. امي راه تفرح بهذا الشيء، وشكون اللي ما يفرح بهذا الشيء؟ هيا ضحك. شريت لها هذه بحال كنت دير فيها شي حاجه، واللي دخلها للثلاجه، اللي تاع الثلاجه دخلها للثلاجه. هادشي راه صايفط ولا من اللي انتم عارفين هادشي تاع حنا عندنا موجود هادشي، ولكن كيفاش عاد تصايفط هادشي مع الكارو ويدردف ويتهرس وداكشي؟ معلنا حتى هنا الخير موجود. شرينا شريت لها هذه، شريت لها هذه زينه تحطي فيها شي حاجه بحال هكا. خيركم سمحوا لي اخوتي داكشي على قد الحال، ما عندكم في داركم كما نقولوا. ها هي دي مصورين فيها الحلوه، ها هي هذه دير فيها شي حاجه باش عجبتني، دير فيها شي حاجه وتسديها بحال هكا. ها هي فين هي هي. وشريت ليها هادو، هادو شريت لها هاد البانيو بحال هكا، هاد البانيو بحال هكا. شريت لها هاد الشباكي، جوج شباكي بحال هكا. لا الخضر زوين عجبني، هذاك الغوز ما عجبنيش. اه الغوز، كاين الغوز وكاين الخضر، ما عجبنيش الغوز، الغوز غير توسخ. هذا بان لي شويه، وانا عزيز علي قال اللون القاصع مع كشتي انا زرقه، عزيز علي قال اللون الغامق، باش انا غامقه الحمد لله. امي راه ضحك. شريت لها هاد البانيوات جوج، هاد تما شريت لها داكشي. ومرت محمد خويا قالت لي شري لها بحال بحال، قالت لي زوين يكونوا بحال بحال ما يكونش كل واحد في لون. وشريت لها هاد البانيوات صحاح، هادو هما اللي نعقلوا فيهم حنايا، هادو ها هما ها هما زوينين، ها هما ها هما جوج بانيوات، ربعات البانيوات والبانيوات الصغار، ربعه خمسه سته، سته البانيوات خيركم في داركم. وشريت لها جوج شبكات، انتوما وريتهم لكم، ها هادشي ها هو فين هو. وشريت هاد الزيكسه ديال نسيتها ما جاتش معايا من بلجيكا، ديال الماعن هي زوينه. شريت لها هاد الحك تاع مطيشه، جاي على رمضان، ها هو فين هو. وشريت اخوتي شريت لها نص كيلو ديال سميتو ديال الخرقوم، حيتاش امي باقا عندها العطريه ملي جيت ديك خطره، شريت لها العطريه باقا عندها، قالت لي شري لي على الخرقوم، شريت لها نص كيلو تاع الخرقوم. ها هو، وهذا الخرقوم انتم عارفين ما تيطيح في الدم، يعني راه زين تجامله، راه مصياني نجيب لها شويه، ولكن لا قدني الوقت ولا قدتني الماده. ها هو ادي ديك النهار عندنا. شريت لها هاد الغريس طيب بحال هكا، اللي بغى بحال هكا يتوضا ولا شي حاجه زوين حتى هو، ندي ليها. وعاد شريت اخوتي هادو مملحات، حنا اللي مشى الاسفي راني شاركت معاكم، يعني ما يمكنش تمشي الاسفي وما تشريش هاد المملحات. تسنى نجيب صينيه. شنو مملح؟ امي قالت لك شنو مملحات؟ مملحات ايوا كشتي المملحات ايوا كشتي مو يدير مقابله تقول لي شنو المملحات؟ ايوا كشتي المملحات كشتي لا لا كشتي المملحات هما كاوكاو والحمص وداك داك الكاوكاو المعسل. لا يا دم واش تقولوا لهم انتوا؟ واش نقول لهم؟ وحمص كاوكاو والحمص، حنا هو نقولوا للمشاهدين المملحات يعني باش قالت لك هي عندها السنين، انا عرفت ما عندها السنين ولكن ما عندي ما ندير ليها. شرينا الولاد خوتي ولاد خويا وبنتي وولدي، ما كرهتش انا ندي شويه الجميله مسكينه هي وانا وياها ندي لها هي شويه. خوك فين هو؟ عندو ما شريت هاد المملحات هادو هم الزينات تبارك الله. بغيت نحط في الطبسيل وانا زربانه خاصني نمشي، ما كرهتش حتى نجيو نديرو اتاي
ونحط داك الشيء ديال الجافي هانتوما. قالت لك امي بغات عاد التمر، دابا نجيب لها التمر ما يمشي. وهادو سميتو زومي عليها جيم. الله يرضي عليك، الله يرضي عليك. امين. الله يرضي عليك، الله يرضي عليك. هادشي بنا هو. كنجي ونحط هادشي في الطبسيل، نعمرو عليه اتاي، ونكونو مجموعين. وهادشي بحال هكا الحماص. هاو اخوتي، راه عايز تكفح ليا. خيركم في داركم اخوتي، ندوق شويه تنديرو شويه. خيركم في داركم، وشاركت معاكم مشتريات ديال امي. ومازال عندي دابا المدينه نخطف لها ثاني شي حاجه اخرى. لا قدتني قلت لكم الماده، لا قدتني الفلوس. هي من ناكل هذه، قالت لك خلي لها عام تاكل، هي ما باغاها لحم على والو. حتى الماع زوينين. ايوا الماع. ايوا ما بقيتش عاد تشري في البال. هو ضروري ضروري، لان حنايا تنتعاثروا معاك بشويه بشويه. والحمد لله تتفكر عارفه راسها، قالت لك خلوا لي قبل ناكل، خلوا لي قبل ناكل، هي خلوا لي الفلوس. وان حنايا بشويه بشويه الحمد لله. ما نحن عمرنا خليك بجوع. ايوا سكتي. الله هيلا. ايوا الوالده فينا هي، الدار عندنا فينا هي. وشكرا لكم. دوزي جميله على دوزي على البيت. هانتوما هذا بيت خلاه مطوم. زير الفراش. هادي من هابوس. وهاد هاد البيت اللي شفتو حنا فيه، هو فاش رباتنا الوالده، هو فاش كبرتنا، هو فاش تزادينا. هذا هو البيت الاول ديال الوالد الله يرحمه مسكين. هذا هو البيت، هو هذا الاول ديالو. هذا هو كلشي ديالو. اي كلشي ديالو، لكن هذا هو الاول. هذا هو البيت اللي بنى بو الاول. هو الاول، هو الاول. هو في ولدت امي سبعه الوليدات، والحمد لله الله يرزق الصحه والسلامه. اللي عنده شي وليدات الله يخليهم لي، واللي ما عندوش الله يرزقه بالذريه الصالحه. واخوتي هاني معاكم ونكمل معاكم الكمال. يا والسلام عليكم ابنيتي وليداتي. والسلام عليكم. السلام عليكم. سلامة. يلا امي قالت لكم بالسلامه، انا مازال معاكم، انا مازال معاكم. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين لاباس وتكونوا بصحه جيده. هيا بنتي قولي السلام. السلام، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي مزيان، كلشي بخير، صحه مزيان، مبروك عواشركم. تعيدوا وتعاودوا. لا دوزوا رمضان بخير وعلى خير. دوزوا رمضان بخير. ودعوا معايا الله يسهل عليا نجمع مع ماما. ودعوا معايا في هذا شهر رمضان، ان شاء الله يجوني الاوراق. ان شاء الله يسهل عليا ونمشي عند ماما هذا الشهر الغفران. الله يسهل على الجميع. ودعي معاهم قول لهم الله يسهل عليكم كاملين. الله يسهل عليكم كاملين. واللي بعيد عليه شي حاجه الله يسهل عليه. الله يسهل عليه. واللي بعادين عليه وليداته الله يجمعهم معاه. اللي بعيدين عليه وليداته الله يجمعهم معاه. واللي مريض الله يشافيه. اللي مريض الله يشافيه. وها هو سفيان. سفيان سلام. سلام. لاباس؟ لاباس. كلشي مزيان؟ كلشي مزيان. يا لايك لايك لايك. وفين زوس؟ زوس خديتها. زوس مركباك؟ قال لكم اختي مركباني. مواح زيدي نبوسك تاتي. انا عنكم بجوج دابا حنا عافاك. والحمد لله الله يجمعنا ان شاء الله على خير وبخير. والحمد لله كل صبر عنده فرج. وانتم معايا اخوتي دابا هاني غاديه للمدينه ان شاء الله ثاني اليوم. اليوم نهار جديد ولوك جديد والحمد لله. البارح مشيت قضيت شي بقايديات لمرت خويا، مشيت خاص البارح، مشيت خاص لمرت خويا ووليدات خويا، يعني مشيت خاص مرت خويا ووليدات خويا شي حوايج راني ما بارطاجيتهم معاكم. صافي الحمد لله، والله يكثر خيرهم تما، والله يحفظهم، والله يحفظ الجميع. وشكرا لكم اخوتي خواتاتي. وها انتم راه وريتكم يا امس هذا الشيء واقيلا هنايا. هذه يا عروبيتي فين تزاديت، هذه يا عروبيتي فين كبرت. والحمد لله الحمد لله. وها انتم معايا اخوتي، يلاه معايا. السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ هذه جميله. كيف ما تشوفوا اخوتي، هذا راه هو اسفي، و
وهذيك راها المرسى اللي في الجنب تما، هذاك هو الميناء ديال اسيو. تبارك الله معروف بالحوت وبالسردين وبالفخار وبالفوسفات. وتبارك الله شوف انتم راه الشميشه والناس راه غاديه بنتها، انتم غادي تشوفوا ان شاء الله فغادي تمشي فغادي تسار هي وياها فغادي يتغداو وتبعوا معنا الفيديو وحنا معاكم الخواتات الخوت. الحمد لله. شكرا خويا الله يحفظك يعطيك الصحه. وانتم خوتي جينا هنايا سيدي بوزيد اسفي، جينا ناخذو خدينا الحوت هزنا طاكسي. انا قلت لكم راه اسفي قريب لينا ماشي بعيد. جيهان بصحتك تكب الخوك وتوكلي خوك وكالة. هانتوما سفيان سري ياكل الحوت، والحوت اخوتي اسفي معروف بالحوت، مكاينش اللي يجي لاسفي وما ياكلش فيه الحوت والشلايض العدس. الشلايض هادو حارة ورخيص، ثمن رخيص يعني ثمن مناسب ماشي شي حاجة. كل اكلكر ما كل الحوت الحوت. وانتم سفيان تبارك الله راه كل شوفوا شحال كل. انا كنت غنصور من البدايه ساعات خسر التليفون ديالي ما بغاش يصور ليا. وانتم اخوتي صحتكم صحتك جيهان وهي هو سيدي بوزيد راه معروف بالحوت. سيدي بوزيد اللي جا الاسفي مرحبا به في سيدي بوزيد. جيان بصحتكم هانتوما رحنا تغدينا ولكن التليفون تخسر ليا ما صورتش مزيان. هادو هما القهاوي تاع سيدي بوزيد، هادو القهاوي تاع سيدي بوزيد. هذا هو سيدي بوزيد. سفيان تيلعب بالمشيشه. سفيان هو وجي نختو جينا دابا
جينا نشربوا الشربة. اجي هنا زين خوتي، رحنا جينا عند مول الشربة نشربوا الشربة، وما يمكنش واحد يجي الاسفي وما يشربش الشربة. ما يمكنش يجي واحد اسفي وما يشربش الشربة. الشربة عالمية في اسفي من جد لجد. بلاصتها من جد لجد، خصوصا داك الصيف القاصح، هاد الشربة راه عندنا واحد العصير عندنا سبيسيال تيكون في اسفي. ها هو فينا هو. هانتوما خوتي جينا شربنا الشربة. هاد الشربة راه حنا كبرنا بيها، ما يمكنش واحد قلت لكم يجي الاسفي وما يشربش الشربة المشهورة في باب الشعبة. باب الشعبة خويا ياك، باب الشعبة ما يمكنش. وانتم السيد راه ملي شفتو سبحان الله العظيم شبهتو الوالد ديالو، هو كان صغير، هذا كان باقي صغير والحمد لله. السلام عليكم خويا. هذه الشربة دويلي انت على الشربة ديالك. الشربة يبقى العصير تتكون بالليمون والخامر ونكهة البنان. ونكهة البنان، ولكن شربة عندها خصوصيات ديالها، يعني شربة زينة هذه. قديمة معروفة في اسفي، راه كاينة غير في اسفي. كاينة غير في اسفي. وانتم اخوتي هذيك اللي حاط على يدو راه تيشربونها، خصوصا ملي تتكون الحرارة والحال سخون. كانت شوية رخيصة، دابا راه كلشي غلا. وكل شيء ماشي مشكل الحمد لله، بنادم غلا ولا ما غلاش راه ياكل عيشرب عيشرب. الله يرزق الصحه والسلامه. ها انتم اخوتي هاد السيد راه كي شفتوا كيعقلت عليه، كان صغير مع الوالد ديالو والحمد لله. حنا كنا نجو مع خالتي كانت تجي هاد الشربه ديالك، راه مشات لفرنسا، مشات يدوها في القراعي في الطياره. والله واحد ود خالتي لا يقول لامو ملي تجي ضروري خصك تجيب لي قراعي تاع الشربه من عندكم. شكرا لك خويا، الله يحفظك. هانتوما خوتي اللي بغى يجي لباب الشعبه اسفي، يجي يدور في بلاصه الفخار، يجي عند هذا السيد. ها هو المحل ديالو، كل شيء راه مكتوب هنا. ها شفتوها، انا هذا ولد بلادي، ولد مدينتي. هانتوما خوتي اللي بغى يجي عندو، مرحبا بكم في مدينتنا اسفي، مدينه السياحه. اسفي راه زين بالبحر ديالو وبالحوت. شكرا لكم، السلام عليك خويا، الله يحفظك. شكرا. فين جيتي دابا؟ جيتي المرجان؟ ها انتم اخوتي قلت لها فين ديك، كنا بغينا نمشيو جيت البحر الساعه، كاين البرد شويه، الجو بارد بزاف شويه. قالت لها فين نمشي، قالت لي ديني المرجان ناخذ منه شي حاجه ونشوفو داكشي. قلت لها يلاهي. ها انتم اخوتي خدينا طاكسي وجينا المرجان. ها المرجان فينا هو في اسفي. اسفي مرجان، شكون اللي ما يعرف مرجان؟ راه كبير هنا عندنا في اسفي. هنا هو. سيري جيان، اجيان دارت خوها في الكروسه. جيان وجري خوك يلاهي. هذاك الطاكسي، الطاكسي سيري سيري، ما تليق لي عاد الكروسه في الصراحه. سير سني سفيان، لا هو راه مولف هكا، ولكن هو كان في هي هليا تيقعدوا هنا دايرين لهم واحد القعده هنا. يلا دخلي ودرتك تي وياه. ها انت فرحانه؟ انت تاتي فرحانه؟ الحمد لله ياك؟ فرحه كبيره هي نجمعوا ونمشوا لبلجيكا ان شاء الله. يلا دابا خوتي مرجره كبير هنايا. فين نمشي دابا؟ ها سيري قالت لك فين نمشوا، انا عارفه. هاكي جي هناك، هاكي هاد القفه دايره تما. Thank you.
ساندويش اخت ديالي اللي عدوي دير لك شي موسيقى صامته. وها انتم اخوتي بعد ما سارينا في المدينه ودرنا وعينا عيت 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 ها احنا جينا يلا نزلنا دابا في الطاكسي اللي هيها راه الطاكسي فينا هو نزلنا في الشانطي راه فينا هو ودابا راه حنا نضربوا على رجلينا واحد كيلومتر هكاك على رجلينا للدوار ما كاملش كاع كيلومتر وبوجيهان هي مركبه سفيان ونشوف سفيان ها سفيان دوري ها سفيان فينا كره جامد على السمر وجي وبدي ودرنا شويه مع تغدينا وداك الشيء شرينا هاد اسميتو هذا الايس كريم ولا ما عرفت شي حاجه مخلط شرينا مشينا للمرجان درنا فيه شويه شرينا هذا خوتي هاد الطقه ديالي شريت من المرجان شريت من عا شي حاجه كاين الغلا شريت الزيت شريت شي قضيه اخرى شريت شي حاجه اخرى شريت مرت خويا صاك ها هو فينا هو يامس مشيت بمرت خويا فصلت لها جلابه وحطيتها لها تخيط درت عطيتها الكادو ديالها الحق انا ما شفتهاش ملي تزوجت بخويا ما شفتهاش ملي جيت درت داكشي اللي تيديروا الناس يعني الكادو ديال خويا بمرتو واليوم شريت لها ساك زوين ها نتوما تا للدار نوريه لكم وشريت هاد الزيت للغدا عاد نمشي للسوق ونشري داكشي ما مرجان غالي فيه داكشي قلت من احسن السوق الاسبوعي عندنا في الاربعاء وعنشارك معاكم داكشي ودابا راه الظلمه قريبه الظلام يعني دابا راه شي 7:30 وانا دابا حنا غنمشيو للدار واش غنقول لكم اخوتي خواتاتي غنمشيو راهم دايرين كسكسو تيتسناونا وتابعوا مع الخوات الخواتات ودابا الاخت نزهه وعائلتها وبنتها الاخت جميله راها في بلجيكا ما الاخت نزهه هي فينا هي وبنتها شكرا لخوتي اللي تتلاقاو معايا في مدينتي شكرا للحبابي اللي تعيطوا عليا من اي مدينه وشكرا من اي مدينه في المغرب ومن اي دوله في العالم تعيطوا عليا وتتعاونوا معايا شكرا لكم بزاف بزاف واحد واحد ما فيكم فراق شكرا للناس اللي تنتلاقى معاهم في مدينه اسافي شكرا على الناس الدوار عندنا اللي جاوا عندي شكرا على البنات تاع المدرسه اللي جاوا عندي وبغى يشوفوا اختان في الغربه كيفاش دايرين شكرا على البنات شكرا على بنات اسفي اللي تلاقاو معايا واحد واحد شكرا لهم بزاف بزاف شكرا للاخت اللي تلاقيت معها دابا من اسفي اللي سلمات عليا مسكينه شكرا لهم كاملين لا فراقه فيكم وقالت لي تندير لك لايك وقالت لي والله ما تنتفرش في فيديوهاتك لا تجيني البكيه وتنبكي شكرا كل من بكى معايا شكرا لكم كاملين التعاون ديالكم والله يحفظكم والله ييسر اموركم والله يصاوب لكم والله يجمعني مع هاد الوليدات الله يجمعني مع هاد الوليدات اخوتي هاد البنيه وهاد الوليد هذا الوليد اللي ناعس وري نشوف الله يجمعني مع هاد الوليد وهاد البنيه هاد الوليد راه معايا عايش والله يجمعني مع هاد البنيه وشكرا لكم بزاف بزاف شكرا لهم تاتيه شكرا لكم بزاف 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 وانت فرحانه راكي معايا وراكي ها فرحان ولا ضربه عليك مشيت عنيقه عنجمع ان شاء الله عنجمع ايوا ربي كبير قد ما طالت عنجمع والحمد لله ودابا يلا معانا لا مشاو تسقاو وكلوا انا قلت لهم عا سقوا كلوا ما تسينونيش حتى نجي ولا سقاو وكالوا لا بصحتهم ما سقاوش راه نشارك معاكم القصريه ديال الكسكسو وشكرا لكم بزاف بزاف الله يحفظكم ودابا خاصني نمشي معاكم الاخت نزهه في عروبيتها مرحبا بكم عندي